ما أنزل الرحمن من شيء يدل على الجزم بالنفي، القطع بالنفي، أن الرحمن ما أنزل شيء، مو مسألة احتمال ما أنزل، وإنما بالجزم واليقين ما أنزل. وإن أنتم إلا تكذبون، هذا أيضا يفيد الحصر والتأكيد والجزم بنسبة الكذب إلى الأنبياء. هذه ثلاث مدعيات تكشف عن أمور ثلاثة من أصعب ما واجهه الأنبياء في مراحل تبليغ الرسالات السماوية. الأمر الأول البساطة الفكرية، السذاجة الفكرية التي كان يعاني منها أهل أنطاكية، لأنهم جعلوا البشرية في الرسل سبب لتكذيبهم، وهذا نوع من البساطة في التفكير، مع أنهم يلاحظون بأن البشر وإن كانوا في أشكالهم بشر يتشابهون في أبدانهم في أشكالهم البشرية، ولكنهم يتفاوتون في مستوياتهم العقلية في مستوياتهم الروحية في قدراتهم في ملكاتهم يتفاوتون، فلا ينبغي أن نلحظ الجانب البشري ونكذب الجانب الروحي. هذا نوع من السذاجة في التفكير، نوع من البساطة في التفكير. الأمر الثاني تنم عن العناد واللجاجة فيهم، لأنهم جزموا وقطعوا ما أنزل الرحمن من شيء، نفي مؤكد قاطع ما فيه أي احتمال للحوار أو للبحث أو للنظر في الأدلة، وإنما بالجزم واليقين قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، وهذا ينم عن لجاجتهم وعنادهم. ويكشف عن أمر ثالث هو الجهل المركب الذي يعانون منه، لأنهم يدعون أنهم يعلمون بالغيب، يعلمون بحال الرحمن وأنه هل أنزل أو لم ينزل، ما أنزل من شيء. وثم ألقوا التهم على الأنبياء إن أنتم إلا تكذبون. وأصعب ما يواجهه الأنبياء في تبليغ الرسالات هي الناس الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاثة: بساطة في الفكر، عناد ولجاجة في المواقف، جهل مركب، يتصورون أنهم يعلمون وهم في واقعهم شنو يجهلون. الإنسان الجاهل غير المعاند سهل هدايته، هدايته من أسهل الأمور، مجرد أن يرى الحجة أمامه ظاهرة يؤمن. العالم بالعلم البسيط إذا رأى الحجة تتأكد عنده علومه ومعارفه، أما العالم بالجهل المركب الذي يتصور نفسه بأنه عالم وهو في واقعه جاهل، الصعوبة تكمن هنا. شخص بسيط في تفكيره، معاند في مواقفه، جاهل مركب، يصعب هداية أمثال هؤلاء الناس. في الغالب الأنبياء يواجهون هكذا ناس ويصعب هدايتهم. هذا المدلول العام للآية. إذن المدلول العام للآية يكشف عن هذه الحقيقة، وهي أن العناد واللجاجة في القوم جعلتهم يحاوروا الأنبياء بهذه المحاورات بمدعيات ثلاثة: أنهم بشر ولا ينبغي للرسل أن يكونوا من البشر، وأن الرحمن ما أنزل شيء، وأن الرسل يكذبون.
كل واحدة من هذه الفقرات تحتاج إلى بحث مهم هنا وينبغي الوقوف عنده. البحث الأول: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. لماذا قالوا هذا؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. وإذا لم يكونوا بشرا فما عساهم أن يكونوا الرسل؟ إذا ما يكونون بشر شنو لازم يكونوا؟ جواب عن السؤال الأول: القوم قالوا بذلك لسببين. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا لأنهم كانوا يتوقعون بأن الرسل يأتوهم من عالم الغيب، وعالم الغيب مجرد عن النواقص، لا نقص فيه لا عيب فيه. فإذا جاءهم بشر، البشر بحسب ما يجدونه في أنفسهم محتف بالنواقص، البشر يجهل ويفعل القبيح ويرتكب المعاصي ويأكل الطعام ويمشي ويشرب وينام ويمرض، وهذه كلها نواقص. بما أن الرسل من عالم أن الإرسال من عالم الغيب، ينبغي أن يكون الرسول أيضا من عالم الغيب، لأن عالم الغيب يساوق الكمال، أما عالم الشهادة عالم الدنيا يساوق النقص. لذلك قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. البشر محتف بالنواقص، محتف بالنواقص، فلذا لا يمكن أن يكون البشر رسول. هذا سبب. السبب الثاني: أجروا نوع من المقايسة، وهذه المقايسة أوقعتهم في هذه الشبهة. المقايسة: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، نحن مثلكم بشر، وما أرسل إلينا الرحمن مرسل، ما جعلنا من المرسلين، ما اصطفانا للرسل للرسالة. إذا كنا نحن مثلكم لماذا بعثكم ولم يبعثنا؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. فمن عدم إرسالهم توصلوا إلى أن الرسل شنو؟ غير مرسلين. هذه المقايسة هي التي أوقعتهم في هذه الشبهة. إذن المحصلة شنو؟ المحصلة أن الرسل الذين جاءوا يدعونهم إلى الإيمان وإلى التوحيد لأنهم بشر ينبغي أن يكذبون. هاي النتيجة. وهذه ناشئة منين؟ من البساطة في التفكير. لو تأملوا ودققوا في النظر لوجدوا بأن الرسل لا يمكن أن يكونوا غير بشر، لا يمكن. لماذا؟ هذا بحث فيه شيء من الدقة لا بأس بالالتفات إليه. لماذا ينبغي أن يكون الرسل من البشر؟ السؤال هنا أنه إذا لم يكونوا من البشر فماذا يكونون؟ الذي يبعث من عالم الغيب ويناسب ذلك العالم إذا لم يكن بشر لابد وأن يكون ملكا، لأن باقي المخلوقات مثل الجن مثلا هذه من العالم السفلي مو من العالم العلوي، لا تصلح للنبوة والرسالة. إذا لم يكن المبعوث من قبل الباري عز وجل بشر لابد وأن يكون ملك. زين، حينما نحلل هذه القضية نجد أن الملك لا يمكن أن يكون رسولا. لو بعث الله عز وجل إلى الناس ملكا رسولا استحال الإرسال واستحالت الهداية.
بيان ذلك؟ الملائكة من عالم الملكوت، ولعالم الملكوت خواصه الخاصة وآثاره الخاصة. البشر من عالم الملك، يعني من عالم الدنيا، وعالم الدنيا عالم المادة، له خواصه وله آثاره. إذن لكل عالم من العالمين له خواص وله آثار. عالم الدنيا عالم المادة إلى خواص، وعالم الملكوت إلى خواص. حتى يكون الرسول ملائكة لابد من أن يقع أحد أمرين: إما أن البشر يرتقون في مستواهم حتى يكونون من العالم الملكوتي، يرتقون في مستواهم الروحي في مستواهم العقلي حتى يصلحون أن يدركوا الملك ويشاهدون الملك ويتلقون منه التعاليم. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يهبط الملك من العالم الملكوتي إلى العالم الملكي، إلى العالم المادي، حتى يمكن أن يتصل بالناس، الناس يشوفوا يشاهدوا يأخذون منه المعارف ويأخذون منه العلوم. لو الناس يرتقون يصيرون من عالم الملكوت، لو الملك يهبط من عالم الملكوت إلى عالم الدنيا، حتى يحصل تناسب بين المرسل والمرسل إليه، فتتم عملية التعليم والتعلم وتتحقق القدوة والأسوة بينهما. الأول ممتنع، الثاني أيضا ممتنع. ليش؟ لأن إذا كل من كان في عالم يتحول إلى عالم ثاني حتى يصلح لذلك العالم، لابد وأن يفقد خواصه وخصوصياته وآثاره، فينقلب عما وقع عليه عما كان عليه، وهذا أمر مستحيل. حتى الملك يصير في عالم الملك لابد أن يفقد خواص الملكوت، وحتى الإنسان يرتقي من عالم الملك إلى عالم الملكوت لابد يفقد خواص الملك حتى يصير في عالم الملكوت، وهذا أمر ممتنع. أقرب هذه الفكرة بمثال: الطاقة والمادة حقيقتان محسوستان، لكل منهما خواص وآثار. إذا أردنا أن نبدل المادة إلى طاقة، تتحول المادة إلى طاقة، لابد أن تفقد خواصها المادية حتى تصير طاقة. وإذا أردنا بالعكس نسوي، الطاقة نحولها إلى مادة، نكثفها للطاقة، لابد وأن تفقد هذه الطاقة جملة من خواصها الطاقوية حتى تصبح مادة. بل حتى في الماديات هكذا، إذا نريد نسوي الشيء السائل نحوله إلى غاز، لابد يفقد خواص السيولة حتى يصبح غازا. وإذا أردت أن تحول الغاز إلى سائل، لابد أن يفقد خواص الغازية مالته حتى يتحول إلى سائل. السائل إذا يريد تحوله إلى صلب، الصلب إذا تريد تحوله إلى سائل، نفس الشيء. القضايا هكذا، لكل عالم وجود ولكل وجود آثار وخواص، لا يمكن أن يتبدل الوجود إلى وجود آخر إلا بتبدل شنو؟ الخواص والآثار. فلو أراد الباري عز وجل أن يرسل إلى الناس ملكا رسولا ولم يرسل بشرا، هذا لازمه شنو؟ إما البشر يفقد خواصه ويرتقي إلى الملكوت حتى يقدر يتواصل مع ذاك العالم، أو الملك يفقد خواصه الملكوتية ويهبط إلى الملك حتى يمكن للبشر أن يتواصلوا معه. فلا الأول يقدر يفقد خواصه ولا الثاني يقدر يفقد خواصه. فلو تأملوا ودققوا
لوجدوا أن الطلب والاعتراض والمدعى الذي ادعوه فيه تناقض، يتضمن التناقض. لهذا شاهدان، الشاهد الأول جمع من الكفار قالوا لماذا الله عز وجل لا يرسل ملكا؟ الله عز وجل في القرآن يجيبهم يقول لو أرسلناه، لو جعلناه ملكا يمشي في الناس لجعلناه رجلا. الملك إذا نريد نرسله إلى الناس لابد أن نبدله من ملك نبدله إلى رجل حتى يقدر يتواصل مع الناس ويقدر يتفاهم وياهم ويقدرون الناس يشاهدوه ويقدرون يتعلمون من عنده. أما إذا بقى محافظ على خصوصيته الملكوتية، الخصوصية الملكوتية، الآن الملك موجود في محافل المؤمنين، الملائكة موجودون في محافل الصلاة، حينما تقام الصلاة الملائكة يصطفون للصلاة مع المصلين، ولكن الناس ما يشوفهم ما يشاهدون. ليش؟ أن ذاك عالم وهذا عالم، حتى يتم التواصل لابد من فقدان الخصوصيات. فإذا وكذلك إذا كان المعشر الذي يحشر إليهم أو يبعث إليهم ملك، ما يمكن أن يكون للملائكة الرسول بشر، لابد أن يكون الرسول من الملائكة، لكل عالم خواصه وآثاره. إذن هذا يبين لنا النكتة الأساسية اللي لماذا الباري عز وجل اصطفى من الناس قوما، طهرهم، زكاهم، نقاهم، اصطفاهم في العنصر، اصطفاهم في الروح، اصطفاهم في العقل، ثم اصطفاهم في العمل وعصمهم وبعثهم إلى الناس رسل. ليش؟ لأن هذا النحو من العالم لابد من أن يكون الواسطة يحمل الخصوصيتين الملكوتية والملكية. بالخصوصية الروحية العقلية هو ملكوتي، بها يستفيض من الخالق، وبالخصوصية البشرية البدنية هو بشر يعيش كسائر الناس، وبها يفيض على الناس ويعلم ويرشد ويهدي. هذا السبب عدم إمكانية التواصل بين العالمين يفرض أن يكون الأنبياء لهم خصوصيتان، خصوصية ربانية وخصوصية بشرية، لذلك يصلحون للرسالة. أما الملك في نفسه بما أنه ملك لا يصلح للرسالة. ليش؟ لأن الملك حتى يمكن أن يكون رسولا لابد وأن يفقد خواص الملكوتية. زين، إذا قال قائل فليفقد الخواص الملكوتية ويتحول الملك إلى بشر ويبعثه الباري عز وجل إلى الناس، الجواب لو فقد الخواص الملكوتية لم يندفع الإشكال. ليش؟ لأن هم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، إذن إذا يكون الرسول بشر لا يصلح للرسالة، فإذا تبدل الملك إلى بشر بعد يصلح للرسالة؟ لا يصلح للرسالة، يبقى الإشكال على ما هو. لذلك الباري عز وجل يقول ولو جعلناه، ولو أرسلناه ملكا يقول لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، نفس النتيجة الصدق، وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن لا يمكن أن يكون الرسول إلى الناس من صنف الملائكة، لابد وأن يكون الرسول يحمل خصوصيات الملائكة حتى يكون رسولا، هو بشر يحمل خصوصيات البشرية حتى بها يعلم ويرشد، ويحمل خصوصيات الملائكة حتى بها يستفيض من عالم الغيب.
هذا توضيح لهذه الشبهة. ومن هنا يتضح الجواب عن شبهة بعض الحكماء. بعض الحكماء قالوا بعدم الحاجة إلى النبوة، لا نحتاج إلى نبوة ولا إلى أنبياء. لماذا؟ لأن ما يأتي به الأنبياء إلينا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون من القضايا التي يحكم بها العقل، فما يأتي به النبي يوافق حكم العقل، وإما يخالف حكم العقل. فإذا كان ما يأتي به النبي يوافق حكم العقل، فائدة ماكو في بعثة النبي، لأن العقل شنو؟ يغني. وإذا كان ما يأتي به النبي يخالف حكم العقل كان باطلا، يعني كل ما يخالف حكم العقل شنو يكون؟ يكون باطلا. هذه الشبهة التي حصلت أيضا غافلة عن هذه الحقيقة، وهي أن المدركات العقلية ليست على قسمين، المدركات العقلية على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدرك وجوده العقل، مثل الظلم قبيح، العدل حسن، مقدمة الواجب واجب، أن العالم بحاجة إلى نظام، بحاجة إلى منظم، بحاجة إلى محدث، كل معلول بحاجة إلى علة، هذا مما يدركه العقل. وبعض المدركات العقلية العقل يدرك امتناع وجودها، مثل جمع نقيضين، مستحيل هذا الأمر بنظر العقل، تقدم المعلول على العلة بنظر العقل مستحيل هذا الشيء، هذا أيضا مما يحكم بامتناعه العقل. ولكن هناك صنف ثالث العقل لا يدركه، العقل يجهله، وهي الحقائق الغيبية. الحقائق الغيبية العقل ما يدركه، ليش؟ لأن العقل حتى يدرك الشيء لابد أن يتصوره، العقل ما يقدر يدرك الشيء إذا ما يتصور للشيء أولا. ثم الحكم على الشيء يتوقف على الإحاطة به، لابد أن العقل يحيط به حتى يدركه. فإذا كان العقل لا يدرك أصل الشيء، لا يتصور أصل الشيء ولا يحيط به، كيف يمكن أن يحكم بوجوده أو يحكم بامتناعه؟ فالعقل لا يحكم بوجوب وجوده ولا يحكم بامتناع وجوده، وإنما العقل يتوقف ويقول أنا جاهل فيه، جاهل لا أعلم. بعد الموت الإنسان ماذا يرى؟ العقل ما يقدر يقول لك شنو تشوف بعد الموت. إذا الإنسان مات شنو راح يشوف في ذاك العالم؟ العقل ما يتوصل لهذه الحقيقة. إذا دفن الإنسان في قبره، في القبر ماذا سيلاقي؟ العقل ما يقدر يحكم. ثم هل بعد القبر أكو عالم آخر فيه جنة فيه نار؟ شنو هي خصوصية النار؟ العقل ما يحكم به، ما يقدر يدرك، جاهل. شنو هي خصوصية الجنة؟ شنو هي صفات الملائكة؟ شنو هو عالم البرزخ؟ هاي الحقائق حقائق موجودة غيبية، العقل لا يدركها، مو أنه يحكم بامتناعها، العقل جاهل في مقابل هذه الحقيقة. فهؤلاء الحكماء قالوا ما يأتي به الأنبياء إذا يوافق العقل العقل يغني، إذا يخالف العقل فهو باطل. الجواب هناك قسم ثالث العقل يجهله. هنا مساحة الدين، الدين يأتي إلى العقل بالأمور التي لا يدركها العقل ولا يفهمها العقل ولا يحيط بها العقل أصلاً.
لهذه الشبهة التي أثارها الحكماء، بنفس هذه الشبهة وقع الملاحدة بها فأنكروا الغيبيات. يعني يقولون ما يدركه العقل إحنا نؤمن به، أما كل ما لا يدركه العقل شبيه لا نؤمن به، والحال أنه ليس كل ما لا يدركه العقل غير موجود، كل ما لا يدركه العقل لا يمكن للعقل أن يحكم به، وإنما هو مجهول لديه. بل العقل إذا حكم على شيء بأنه ممتنع ممتنع، لكن إذا لا يحكم على الشيء بأنه ممتنع وإنما يحكم عليه بأنه مجهول، المجهول لا يعني الامتناع، وإنما المجهول العقل لا يفهمه ولا يدركه. بعض أهل الإلحاد أثاروا هذه الشبهة ووقعوا في هذه الشبهة بنفس القضية التي وقع بها أهل أنطاكية. تصوروا بأن هناك ملازمة في الحقيقة، كل ما لا يدركه العقل فهو معدوم، فهو ممتنع الوجود، والحال ليس الأمر كذلك. إذن النبوات والأنبياء ليسوا ملائكة وليسوا ببشر عاديين، حتى نلحظ النواقص التي عندهم فننفي نبوتهم، وإنما الأنبياء يتمتعون بميزتين، ميزة روحانية عقلانية كبيرة طاهرة منزهة من النواقص، بها يرتبطون بعالم الملكوت، وميزة بشرية بدنية أبدانهم مثل أبدان الناس، يأكلون ويمرضون وينامون. الجماعة حينما خلطوا بين المفهومين وقعوا في هذه الشبهة. يؤيد هذه النتيجة الروايات الواردة. أقرأ عليكم رواية واحدة هي محاججة، وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله والمشركين. الرواية في كتاب الاحتجاج. المشركون كمشركي أنطاكية طلبوا من الرسول أن يكون ملكا، الرسول لازم يكون ملك، فالنبي صلى الله عليه وآله حاججهم بذلك. الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام قال: قلت لأبي علي بن محمد الإمام الهادي سلام الله عليه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يناظر اليهود والمشركين؟ دخل في حوار في نقاش معهم؟ قال: بلى مرارا كثيرة. موارد عديدة النبي صلى الله عليه وآله حاججهم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاعدا ذات يوم بفناء الكعبة، يعني في جوار الكعبة، إذ ابتدأ عبد الله بن أمية المخزومي من مشركي قريش فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، لقد ادعيت دعوة عظيمة. ادعاء النبوة هذه دعوة عظيمة. وقلت مقالا هائلا، مقال كبير هذا كل واحد ما يقدر يدعيه، زعمت أنك رسول رب العالمين، ولا ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشرا مثلنا. رسول رب العالمين، من هنا نستفيد أنهم هذول ما كانوا كفار ملاحدة، كانوا كفار مشركين يؤمنون بوجود الله عز وجل،
ولكن اتخذوا الأصنام طريقا لعبادة الله، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا. نفس الشبهة وقعت فيها أهل أنطاكية، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، يعني كانوا يؤمنون بالرحمن ولكن ينفون شنو الإرسال، وفي حقيقتهم شنو كانوا يعبدون؟ يعبدون الأصنام. فكفرهم كان كفر شرك مو كفر إلحاد. هذا المنطوق هم يدلل على هذه القضية. ولا ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشرا مثلنا، ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك. لابد تجيب فرد ملائكة حتى يصدقك. هذا نوع من التنازل من عنده، يقول السيد هم ما نقول لازم تكون ملك، لازم فد ملك يجي أيدك ونشاهده، لازم نشوفه لهذا البنك. بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان يبعث إلينا ملكا لا بشرا مثلنا. لازم يكون ملك. بعد هذولا ما ملتفتين إلى القواعد العلمية أنه شلون التبدل يكون مستحيل. ما أنت يا محمد صلى الله عليه وآله إلا رجلا مسحورا. السحر خلاك هكذا تدعي. بعد قلنا بساطة في التفكير، عناد ولجاجة، جهل مركب، أصعب ما يواجهه الأنبياء والمصلحون عموما هم هكذا، العلماء في تاريخهم هكذا. إذا واجهوا أناسا عندهم بساطة في التفكير وعناد ولجاجة في المواقف وفي نفس الوقت جهل مركب، يتصورون هم أعلم أهل زمانهم. هذا شلون تصلحه؟ مسألة صعبة. ولست بنبي، إنما أنت مسحور ولست بنبي. هذا كان مدعى هذا عبد الله بن أمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أنت السامع لكل صوت. هنا حقيقة محل الالتجاء، لأن في مقابل هيك عناد شي يسوي النبي يعني. اللهم أنت السامع لكل صوت والعالم بكل شيء، تعلم ما قاله عبادك. تسمع تشوف شو يقولون شلون جاي يواجهون. فأنزل الله عليه وقالوا لولا أنزل عليه ملك، إلى قوله للبسنا عليهم ما يلبسون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بدأ النبي صلى الله عليه وآله حوره: وأما قولك ولو كنت نبيا، ولو كنت نبيا، هاي على الحكاية، لكان معك ملك يصدقك ونشاهده. طبعا هسه هو هذا هم يدري بهاي الحقيقة، أن الإنسان بهاي العيون الجسمانية المادية إذا يطلع على عالم الملكوت يعمى، ما يشوف بعد، يصاب بالعمى، ما يدري. إسه هو يريد يشوف الملك بعينه، إسه ليش يعمى ذاك ببحث آخر. لكان معك ملك يصدقك ونشاهده، بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان إنما يبعث إلينا ملكا لا بشرا مثلنا. فالملك لم تشاهده حواسك. النبي يقول لو كان ملك حواسك لا تشاهد الملك. شوفوا التعليل، لأنه من جنس هذا الهواء. تكوين البدن مو طين وتراب حتى ينشاف مثل البشر، حسب هذه الرواية تكوينه من الهواء. لا عيان منه، ما تقدر تشوفه، ما إلى فرد وجود مادي غليظ حتى يمكن أن تشوفه.
ولو شاهدتموه، إذا تشوفون الملك، بأن يزاد في قوى أبصاركم. هذا اللي قلنا، الإنسان يرتقي من الملك إلى الملكوت، أين لازم تزداد قوة تناسب الملك حتى تشوفه؟ ولو شاهدتموه بأن يزاد في قوى أبصاركم لقلتم ليس هذا ملك بل هذا بشر. لأن الملك إذا تجسد يصير بشر، لأنه يعني الملك إنما يظهر لكم بصورة البشر الذي ألفتموه لتفهموا عنه مقاله. شلون يقدر البشر يفهم مقال الملك؟ غير يصير الملك بشر؟ لو الملك يصير بشر، لو البشر يصير ملك، حتى يقدرون يتواصلون ويتفاهمون. وتعرفوا خطابه ومراده، وكيف كنتم تعلمون صدق الملك؟ هسه لو جبت لكم ملك هم شاهد، كيف تعلمون صدق الملك وأن ما يقوله حق؟ إذا أنا جبت لكم هل قد معاجز ما آمنتم، أجيب لكم ملك شلون راح يصدقون به؟ بل إنما بعث الله بشرا وأظهر على يده المعجزات. المعجزة هو أقوى شاهد من الملك، لأن الملك حتى يكون شاهد لازم يصير بشر، بشر يشهد لبشر هذا ما يصير فرد الدليل، أما المعجزة دليل. وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طباع البشر الذين قد علمتم ضمائر قلوبهم فتعلمون يعجزكم عما جاء به أنه معجز. يعني النبي لما يجيب لكم فرد شيء بضمائركم تعلمون بأن هذا ما جاء به هو إعجاز، مو فرد تصرف غير طبيعي، وأن ذلك شهادة من الله بالصدق له، لأن تصرف تكويني، التصرف التكويني لا يكون إلا بإذن الله، إلا بأمر الله. ولو ظهر لكم ملك وظهر على يده ما يعجز عنه البشر لم يكن في ذلك ما يدلكم أن ذلك ليس من طباع سائر الملائكة. شلون نقدر نثبت لكم بأن هذا الملك اللي جاءني الملائكة مثل ما يقدرون يسوون حتى يصير معجز؟ حتى يصير معجزة عليكم. وألا ترون، يضرب مثل الغير المحسوس، النبي صلوات الله عليه يضرب مثال بالمحسوس، ألا ترون إلى الطيور التي تطير ليس ذلك منها يعجز. ليش؟ لأن كل الطيور تطير. إذا جاءكم فرد كائن نوعه وجنسه لا يطير فطار هذا يصير معجز، أما إذا يجيكم فرد طير يقول أنا معجزتي أني أطير، أنا ما صار معجزة كل الطيور تطير، هذا شأن الإعجاز هكذا، لأن لها أجناسا يقع منها مثل طيرانها. ولو أن آدميا طار، الإنسان يطير، كان ذلك معجزا. ليش؟ لأن جنس البشر لا يطير، فإذا فرد بشر جاءكم بالطيران وطار، طار يعني مو بطيارة هو بنفسه يطير، إذا طار كان هذا إعجازا. شوف هنا اللطف اللي يقوله النبي صلى الله عليه وآله، فالله عز وجل سهل عليكم الأمر، سواه سهل، وجعله مثلكم، الرسول جعله مثلكم، بحيث تقوم حجته وأنتم تقترحون عليه. طالبوه، جئنا بآية مثل أهل أنطاكية قالوا عندنا أعمى فتح لنا إياه، فتحوا لهم إياه، عندنا مقعد قوم أقاموا، عندنا ميت أحيوه. إذا ما كان هكذا
لما توصلوا إلى حقيقة الإيمان. إذن هاي الرواية تؤكد كل المطلب الذي ذكرناه من أن القوم حينما طلبوا أن يكون الرسول بشر، هذا الطلب في نفسه مما يخالف العقل ويخالف العلم، لأن الله عز وجل إذا أرسل للناس ملكا لكان بشرا، لا مجال لا محالة إلا أن يكون بشر، ولو كان بشر بقي الإشكال، لقالوا إنما أنت بشر مثلنا. إذن الحل شنو؟ الحل التجرد من العناد والنظر إلى حجة الرسل. الرسل ماذا أتوا من آية من بينة على صدق مدعاهم؟ إذا أقاموا البينة والحجة يجب الإيمان به. هذا ما يتعلق بالجملة الأولى من الآية، ما أنتم إلا بشر مثلنا. أما هناك تفاصيل أخرى تتعقب هذا البحث إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.